ملاك تريد نصيحة تقول لكل من يعترض على دراسة البنت وتعليمها ملاك بارك الله فيك الشريعة ما منعت تعليم البنات وتدريس البنات أبدا بل أيدت ذلك ولذلك الصحابيات الجليلات تعلمنا وتفقهنا ونشرنا العلم والخير فإذا كانت الدراسة من خلال قواعد شرعية وضوابط مرعية وأمان وصيانة للبنت ما المانع؟ ما المانع؟ أما إذا كان لا دراسة البنت ستذهب وتدرس بما يعرض دينها وإيمانها وعقيدتها وأخلاقها للخطر هذا للأهل الحق الكامل في هذا أما إذا كان لا ولله الحمد المجتمع كله هناك مدارس ولله الحمد نظامية ومدارس خاصة ويعني في ضوابط وقواعد و تراعى وتخرج البنت بحصيلة معرفية وتنال شهادة وتخدم مجتمعها في الطب مثلا في التعليم في بقية الأشياء ما المانع في هذا لا بد حقيقة أن ينتبه الناس إلى مثل هذا الأمر والشريعة تدعو إلى العلم ولله الحمد العلم الشرعي وأيضا العلم الدنيوي لأن العلم الدنيوي هذا فيه نفع لمجموع الأمة حتى نص العلماء على أن تعلم طائفة من المسلمين علم يحصل فيه نفع لمجموع الأمة هذا من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين